خلافكي ودحي مايركا عاسمة ده هرقيسة ايو قار كميدا قولها ديگان كاهيا لصواف جري خلاف كانوا اي سوين وغو كالغيب سمين مايركا يمايركو حيجين كهرقيسة كاسو او مركي دامنا ايلا كالصفتين قار كميدا مدانياشا قولها ديگان كو كدب مركي خلاف كو دو صواف بحي واحد ديح قالي وزير كوزارة داري مها قودها سومالي لان هادبا وزير محمد كاهن أحمد أيام مانتا شير لقاتي قولها ديگان كي هرقيسة وحانا قوب چوغها ماير كهرقيسة عبد الكريم أحمد موغا يماير كوحيجين كخضر يقار كمدح اللبانة دا قولها ديگان كا وحانا سيدوك لكولان كاسو كوه لين يبرا سابكا قبل كمرادو چه انتا سي كدب ورصحافدهد لغو باهيي برتا اي فيسبوك كل ادي وزارة داري مها قودها سومالي لان و تلفشن كسي بيه كسو حيكتي ايا لغو شاگي ان وزير محمد كاهين وكولان كانوغا قولي هاي الدار دارن قود او لو داقي مدانياشا ان اي كدير آدان كنفوغ آدان وحكستو خلاف الدنبه او دحدو دا كدير اكرا ايا ان اي هدر در قليان اشغادا مهيم كايو هايان بلشادو كوداقان عاسمت دا هرقيسي سومالي لان لنا عكالي مايركا عاسمة دهر قيسة عبد الكريم أحمد موغي إيو حل ديبان ندا كلي أقولها ديگان كايا دنكو دا بلانقا دي إنا يكو دا شاقين دونان من نمي ودا چير وحكاستان أيكو حلين دونان دحدو دا وحا حسين مدن إن كولان كان ماانتا أي ودا يشي وزير كاريمها قودها سومالي لان إيا مايركا عاسمة دهر قيسة يقار كميد مدن ياشا قولها ديگان كايا هر قيسة waxay meesha ka saari doonta hadalhayn maalmihii ugu dambeeyay ka dhex taagnaa khilaafka u dhaxeeya golaha deegaanka ee Hargeysa taasii oo ku saabsanayd in xilka ay ka qaadi doonaan maayirka caasimadda Hargeysa Cabdi Kareen Ahmed Mooge Xamse Xayd CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121